تتم لعدة وقفات في الوسط العربي في المجتمع العربي ضد العدوان الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا في غزة. وهالوقفة هي تضامنية لأجل مساندة أهلنا في غزة، هذا الشعب المظلوم واللي يقبع تحت الاحتلال. نتأمل إن شاء الله إنه الهجمة والعدوان يتوقف بأسرع وقت من أجل أطفال وأبناء غزة. غزلنا جنة، تسلم يا وطننا، يا وطن يا طيب، يا بكير الطيب، يا وطن يا طيب، يا بكير الطيب، حتنا جنة، حتنا جنة. في البداية إذا كان لابد من كلمة نوجهها، فإما في البداية نوجه التحية والإجلال والإنفاق لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا نتيجة هذه الحملة والهجمة البربرية على شعبنا الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من 15 عام. هذه الهجمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتستهدف مقاومته وصولا إلى ترقيع هذا الشعب وبالتالي إنهاء قضيته، ولكن نحن على ثقة تامة لأنه كما انكسر كافة الاعتداءات السابقة على شعبنا الفلسطيني وكما انكسر أنف الاحتلال في مواجهات سابقة مع المقاومة الفلسطينية، نحن على ثقة تامة بأن هذه المقاومة وهذا الشعب الأبي سيكسر هذه الهجمة مرة أخرى وسيخرج منها أكثر صلابة وأكثر عنفوة. فمرة أخرى ونبرز من هنا الفلسطيني بتحيتنا الخالصة إلى شعبنا الفلسطيني وندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات إلى الوقوف إلى جانب شعبنا في غزة، لأننا شعب واحد وهم واحد وقضية واحدة.